الثوار ميدان التغيير في صنعاء. الثورة اليمنية عنوان عريض لحدث حمل من المفاجآت الكثير. فمن كان يتوقع قيام ثورة في اليمن، البلد النامي الذي كان قد أصبح مقاطعة خاصة للحاكم المخلوع صالح آنذاك؟ لا تنتهي حدود المفاجأة باستعادة الشعب لحقه المسلوب في الحرية والكرامة وتوليه لزمام المبادرة، بل كانت هنا البداية والمفاجأة الأكبر. ففي فبراير من العام 2011 دحض الشعب اليمني الشائع عنه واستبدله بحقيقته التي أذهلت العالم وغيرت الصورة الذهنية السائدة عنه. فالبلد الذي كان يقدمه المخلوع للعالم على أنه قنبلة موقوتة وأنه يمتلك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح جاعلا منه أداة ابتزاز في وجه الإقليم، خرج بثورة فاجأت الدنيا بسلميتها وحضاريتها رغم ما قوبلت به من قمع مفرط وصل حد ارتكاب مجازر حرب بحق الثوار السلميين. هنا محطتنا الأخيرة. ظلت السلمية النهج الذي يسير عليه الثوار ويستمدون منها عزيمتهم طيلة أيام الثورة في الساحة، لكن تلك الروح المثالية والمتطلعة للغد المشرق والحالمة بدولة المواطنة المتساوية لم تحرج نظام المخلوع الذي أصر على الإفراط في استخدام القوة والقمع، وهو ما بوأ الثورة اليمنية مكانة كبيرة في نظر العالم الذي توج ذلك الاحترام بتكريم أهم رموزها بجائزة نوبل للسلام. لم يكن ذلك هو المكسب الوحيد لسلمية ثورة الشباب وتضحياتها، بل إن رضوخ المخلوع وإبعاده من السلطة كان أيضا نتيجة لتلك الروح المفعمة بالتضحية. ستظل ثورة 11 من فبراير بتضحياتها ونبلها الحدث الناصع والأروع في تاريخ اليمن المعاصر، وموعداً يتجدد فيه الأمل والحلم مهما عصر المخاض وطال أمده، فالتاريخ لا يعود إلى الخلف.